السلام عليكم أعزائي تلاميذ السنة الرابعة، أهلا بكم مع التمرين الأول من تمارين الحصيلة 3. أوجد عدد عشرات الآلاف في كل من العددين 843,715 و 458,798. إذن عدنا المراتب، نرسمكم جدول المراتب. جدول المراتب يتقسم من وحدات، عشرات، مئات، هذه تسمى بالوحدات البسيطة، وحدات، عشرات، مئات، هذه وحدات بسيطة. وعندنا كذلك الوحدات أو منزلات الآلاف، عندنا الآلاف أو وحدات الآلاف، عشرات الآلاف، وعندنا كذلك مئات الآلاف. إذا لمعرفة عدد عشرات الآلاف في كل عدد نستعمل هذا الجدول، ونبدأ نكتب الأعداد في هذا الجدول. أولا عدنا نبتدئ دائما باليمين أعزائي التلاميذ، 5 1 7 3 4 8. عدنا هذا الجدول. نقرأ جيدا السؤال. أوجد عدد عشرات الآلاف. لإيجاد عدد عشرات الآلاف، أين هي خانة عشرات الآلاف؟ هذه هي خانة عشرات الآلاف. لاحظوا أعزائي التلاميذ بماذا أقوم. نبدأ من هذه الخانة، ثم أمسح كل الخانات التي تأتي بعدها، نمحي كاع الخانات اللي راهان بعدها، واش يبقى لي؟ 84. إذا في هذا العدد، عدد عشرات الآلاف في هذا العدد هو 84، عدد عشرات الآلاف، عدد عشرات الآلاف. في العدد الثاني نكتبه في هذا الجدول. إذا عدنا العدد الثاني 458,789. أين هي خانة عشرات الآلاف؟ ها هي خانة عشرات الآلاف. بماذا أقوم؟ أمسح أو أشطب كل الأعداد التي تأتي خلفها، ولا نغطيهم بيدي، باستعمال يدي، واش بقى لي؟ 45. إذا عدد عشرات الآلاف في هذا العدد هو 45. قراءة وكتابة وتفكيك أعداد. يعطي الجدول إنتاج مصانع الإسمنت. عدنا المصنع الأول ماذا ينتج، المصنع الثاني ماذا ينتج، المصنع الثالث، الرابع، الخامس، السادس. اكتب الأعداد الواردة في الجدول بالحروف أو بالأرقام. أم أعداد في الجدول نكتبها بالحروف مع العدد الأول. عندنا 789,458. ها عدنا العدد الأول 789,458. العدد الثاني هو العدد 375,600. 357,600. دائما نكتب 300، مئة تكون لاصقة مع العدد الذي يأتي بعدها، وخمس ولا 675,600 تكتب هكذا أعزائي التلاميذ. هذا العدد الثاني. العدد الثالث 653,000. 653,000 يكتب هكذا. 653,000 يكتب هكذا أعزائي التلاميذ. نعم هذا العدد الثاني. العدد الذي يأتي بعده 600,700,460. 700,470. ها 700,470 يكتب هكذا. عدنا 124,587.
وأربع وعشرون ألف ثلاثمائة ألف وأربعمائة وواحد وعشرون أمامنا ثلاثمائة ألف وأربعمائة وواحد وعشرون اكتب تفكيك النموذجي لكل من الأعداد أربعمائة وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وتسعة وثمانون تسعمائة ألف و أو عفوا ستمائة ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون خمسمائة ألف و أو خمسمائة وسبع وثمانون ألف ومائة وأربعة وعشرون أربعمائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة. نبتدئ بالتفكيك النموذجي للعدد الأول. إذن لما نفككه دائما نستعمل الأقواس في التفكيك. تساوي أربعة ضرب مئة ألف زائد إذن خمسة ضرب عشرة آلاف زائد ثمانية ضرب ألف ودائما ما نساوش الأقواس أعزائي التلاميذ زائد سبعة ضرب مئة زائد ثمانية ضرب عشرة زائد تسعة. هذا التفكيك النموذجي للعدد الأول. العدد الثاني هو العدد 600 1375 يساوي دائما نستعمل الأقواس 6 ضرب 100 ألف ونترك دائما هذا الفراغ زائد 3 ضرب 100 نغلق قوس زائد سبعة نفتح قوس سبعة ضرب عشرة زائد خمسة ضرب واحد أو زائد خمسة. بالنسبة للعدد الثالث خمسمائة وسبع وثمانون ألف ومائة وأربعة وعشرون دائما نبتدئ بالأقواس خمسة ضرب مئة ألف نغلق قوس زائد ثمانية ضرب عشرة آلاف زائد واحد سبعة ضرب ألف سبعة ضرب ألف نركز دائما في التفكيك أعزائي الصغار زائد واحد ضرب مئة زائد اثنان ضرب عشرة زائد أربعة. بالرغم من أنه سهل التفكيك إلا أني لاحظت الكثير من تلاميذ يخطئ بسبب تسرعه في التفكيك. العدد الأخير 421300 لن نبتدئ دائما بماذا بالأقواس أعزائي لا ننسى الأقواس. أربعة ضرب مئة ألف زائد اثنان ضرب عشرة آلاف زائد واحد ضرب ألف زائد ثلاثة ضرب مئة. وبهذا نكون قد أنهينا التفكيك. الآن
أوجد العددين الموافقين للتفكيكين. لاحظوا معي، عندنا 6 ضرب 100 ألف زائد 5 ضرب 10 ألف زائد 3 ضرب 1000. إذا هذا العدد ماذا يساوي؟ هذا العدد يساوي، نكتبه كما هو، عندنا 6 في 100 ألف، عندنا 5 في 10 ألف، عندنا 3 في الآلاف، والواحدات ما عندناش، عشرات ما عندناش، والمئات كذلك لا يوجد عندنا. إذا العدد هو 653 ألف. هذا العدد كتبناه في التمرين الأول، هذا هو المفكوك تاعه، هو العدد 653 ألف، هو العدد الثالث. الآن أوجد المفكوك ل 7 ضرب 100 ألف. نبدأ ب100 ألف بما أنه عندنا أكبر رتبة. ما عدناش 10 ألف، ما عدناش 100 ألف، عدنا المئات اللي هي 4، وعدنا العشرات اللي هي 6، الوحدات ما عدناش. إذن المفكوك هو 700 و 700 ألف و 460. ما هو هذا الرقم؟ 700 ألف و 460 هو الرقم الرابع طبعا. التمرين الخامس، قارن كل عددين. نقارن بين العددين، طبعا دائما في المقارنة نستعمل أكبر أو أصغر. إذا للمقارنة أول خطوة نقوم بها هي حساب مجموع الأرقام في كل عدد. عدنا في هذا الرقم 6 أرقام، في هذا 6 أرقام، إذا عدد الأرقام متساوي. نبدأ من اليسار، عدنا في اليسار هنا 9 هنا 9، هنا 1 هنا 0، أيهما أكبر، 1 أم 0؟ 1 أكبر، إذا مباشرة استعمل إشارة أكبر. العدد الثاني، هنا عدنا 6 أرقام وهنا عدنا 6 أرقام، نأتي من اليسار، هنا عدنا 9 وهنا عدنا 9، متساويين، نذهب للوحدة الأصغر. 8 هنا 8 متساويين، نروح للوحدة الأصغر، هنا 0 0 متساويين، نروح للوحدة الأصغر. عدنا 3 3 متساويين، نروح للوحدة التي تأتي بعدها والأصغر منها، هنا عدنا 2 وهنا عدنا 4، أيهما أكبر، 2 أم 4؟ 4 أكبر، إذا مباشرة علامة أكبر باتجاه العدد الأكبر. العدد هنا عدنا هنا 6 أرقام وهنا 6 أرقام، نبدأ نقارن من اليسار، عدنا هنا 3 وهنا 1، أيهما أكبر، 3 أم 1؟ 3 أكبر، إذا مباشرة استعمل هذا إشارة أكبر، 310 ألف و 400 أكبر من 130 ألف و 400. 800 ألف و 70 و 800 ألف و 7، نبدأ من اليسار، هنا 6 أرقام وهنا 6 أرقام، هنا عدنا 8 8، ننتقل للرتبة الأصغر منها، 0 0 متساويين، ننتقل للرتبة الأصغر منها، 0 0 ننتقل للرتبة الأصغر، 0 0 متساويين، ننتقل للرتبة الأصغر، هنا عدنا 7 وهنا عدنا 0، أيهما أكبر؟ 7 أكبر من 0، إذا مباشرة علامة أكبر في هذا الاتجاه. التمرين السادس، احصر بين 200 للآلاف، معناتها بين 200 ألف. العدد الأول 430 ألف و 799، العدد الثاني 687 ألف و 999. لاحظوا أعزائي التلاميذ، الحصر هذه وحدات نكتبوا فوقها، وحدات، عشرات، مئات، آلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف. بين 200 ألف، ننجو هنا نكتب العدد الذي أريد أن أحصره، 430 ألف و 799. نأتي للعدد الذي يكون قبلها، المئة التي تسبقه. ما هي المئة التي تسبقه؟ لاحظوا قال لي 200 ألف، نكتب العدد كما هو أعزائي، 430 ألف و 799، ثم فقط أحتفظ بخانة 100 ألف هنا، ورا خانة 100 ألف هي التي تحمل الرقم 4، أما الخانات الأخرى كلها أكتب مكانها صفرا. هنا يعدي 0 أتركه، هنا عندي 0
سبعة رجع صفر، تسعة تولي صفر، التسعة هذه تولي صفر. إذن المئة الألف التي تسبق هذا العدد هي 400 ألف. ثم بعد ذلك هذه المئة ألف أضيف لها 100 ألف أخرى. كم تصير 400 ألف حين أضيف لها 100 ألف؟ تصير 500 ألف. 500 ألف. ما العدد الثاني؟ وحدات، عشرات، مئات، آلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف. نكتبوه كذلك أعزائي التلاميذ، 687,999. إذن هذا العدد كذلك أريد أن أحصره بين 200 ألف متتاليتين. إذن نكتب العدد كما هو، 999. الخانة التي أحتفظ بها هي خانة مئات الآلاف. ورا خانة مئات الآلاف ها هي التي تحمل رقم 6. أما الخانات الأخرى كلها أصفرها، أضعها أصفارا. ها هنا أصفار باللون الأسود أعزائي التلاميذ. بعد ذلك لأجد المئة التي تأتي بعدها، هذا العدد وأضيف له 100 ألف. 600 ألف وأضيف له 100 ألف كم يصير؟ يصبح 700 ألف. 700 ألف. الضرب 7. اختر الإجابة المناسبة. 457 ألف ضرب 38. إذا عدنا الإجابة ألف 12796، الإجابة ب 1766، الإجابة سي 17,306. إذن بعد أن نجري عملية الضرب أعزائي التلاميذ، نجد بأن الإجابة الصحيحة هي الإجابة سي. الإجابة سي 17,366. العدد الثاني 780 ضرب 56. الإجابة ألف أو أ 43,680. الإجابة ب 4,668. الإجابة س 14,680. إذن بعد أن نجري عملية الضرب، نجد بأن الإجابة الصحيحة هي الإجابة أ. ربما عملية الضرب بالنقطة صار التلميذ متعود من هذا العدد من اليمين، وبالضبط من هذا العدد. 6 ضرب 0 تساوي 0، 6 ضرب 8 تساوي 48، 6 ضرب 7 تساوي 42، والأربعة تساوي 46. نجمع ننتقل إلى هنا أعزائي. بما أن انتقلنا العشرات، نضع النقطة. نضع النقطة. إذن النقطة هاي ذي النقطة، أو هناك من يضع صفرا. 5 ضرب 0 تساوي 0، 5 ضرب 8 تساوي 40، و 5 ضرب 7 تساوي 35، والأربعة تساوي 39. صفر زائد صفر يساوي صفر، 8 زائد صفر 8، 6 زائد 0 تساوي 6، 4 زائد 9 تساوي 13، 1 زائد 3 تساوي 4. إذن النتيجة 43,680. أعطيتكم فقط مثال لهذه العملية الثانية. ما هو عدد الخانات في هذه اللوحة؟ لنعرف ما هو عدد الخانات في هذه اللوحة، نقوم بضرب الطول. هذا هو الطول في العرض، عدد المربعات أفقيا في عدد المربعات عموديا. عدد المربعات الأفقية 1 2 3 4 5 6. 6. عدد المربعات العمودية هو 4. 6 ضرب 4 تساوي 24. إذن عدد الخانات في هذه اللوحة هو 24 خانة.
ضع ثم أنجز العملية التالية. ما معنى ضع ثم أنجز؟ معناتها نقوم بالعملية العمودية، عفوا 8714 ضرب 23، نكتبها هكذا، هذا هو الوضع تاعها، ثم ننجزها، نقوم بحسابها. فقط أجمع يعني نضرب لكم هذه الأولى الصعبة، أعطيكم عنها مثال أقوم بإنجازها لكم أعزائي التلاميذ. أولا في عملية الضرب نبدأ من هذا، نضربه 3 ضرب 4 تساوي 12، 3 ضرب 7 تساوي 21، والواحد 22، 3 ضرب 1 تساوي 3، والاثنان تساوي 5، 3 ضرب 8 تساوي 24. ننتقل الآن للعشرات. بما أننا انتقلنا للعشرات، كل ما يجب علي القيام به هو الصفر أو عملية النقطة هنا. 2 ضرب 4 تساوي 8، 2 ضرب 7 تساوي 14، 2 ضرب 1 تساوي 2، والواحد 3، 2 ضرب 8 تساوي 16. بعد هذا أقوم بعملية الجمع، 2 زائد لا شيء تساوي 2، 2 زائد 8 تساوي 10، 1 زائد 5 6 زائد 4 تساوي 10، 1 زائد 4 5 زائد 3 تساوي 8، 2 زائد 6 8، 1 زائد لا شيء تساوي 1. إذن 8174 ضرب 23 تساوي 188002. التحويل على كراسك، 5 لتر كم تساوي من سنتيلتر؟ نستعمل الجدول دائما، هذا هو أمامنا الجدول، وأرسم الجدول حسب حاجتي أعزائي التلاميذ. عندي اللتر والسنتيلتر، ما نكثرش على روحي، مرسمش قال الجدول كبير، أرسم فقط الوحدات التي أحتاجها. عندنا أولا 1 لتر كم تساوي من سنتيلتر؟ إذا 1 لتر أين تكتب 1 لتر؟ أين هي خانة لتر؟ هذه هي خانة اللتر، 1 لتر. أين هي خانة سنتيلتر؟ هذه هي خانة سنتيلتر، 1 لتر. أضع صفر صفر. إذا 1 لتر تساوي 100 سنتيلتر. 300 سنتيلتر كم تساوي من لتر؟ 300 سنتيلتر. لاحظوا ما هو يمين هذا العدد، هو الصفر، نكتبوه في الوحدة المرافقة. صفر صفر 3، نحولها للتر، ما هو عدد لترات؟ هو 3. 5 لتر كم تساوي من سنتيلتر؟ إذا 5 لتر كذلك نكتبها فقط، هاي هذه خانة اللتر، نكتبها هنا 5 لتر تساوي 500 سنتيلتر، 500 سنتيلتر. التمرين 11 يضيع صنبور 5 سنتيلتر من الماء في الدقيقة، علما أن الساعة هي 60 دقيقة، ما هي كمية الماء الضائعة خلال ساعة؟ إذن العملية التي نقوم بها هي 60 ضرب 5 وتساوي 300 سنتيلتر، ونجيب كمية الماء الضائعة خلال ساعة هي 300 سنتيلتر أو 3 لتر، وتساوي 3 لتر كما سبق وأجبنا في التمرين اللي قبل هذا. التمرين 12 يعطي التمثيل البياني درجات الحرارة المسجلة خلال أسبوع، ما هي الأيام التي سجلت فيها درجة 14 في أي يوم سجلت فيه أدنى درجة؟ أمامنا التمثيل البياني درجات الحرارة الأيام، عندنا يوم السبت 14 درجة، أو عفوا الأحد 14 درجة، الاثنين 12 درجة، الثلاثاء 8 درجات، الأربعاء كذلك 8 درجات، الخميس تقريبا 6 درجات،
الجمعة ارتفعت 10 درجات، السبت 14 درجة. ما هي الأيام التي سجلت فيها درجة 14؟ هي يوم الأحد والسبت. يوم الأحد والسبت، في أي يوم سجلت فيه أدنى درجة؟ نشوفوا هنا النقطة المنخفضة في المنحنى، النقطة المنخفضة هي يوم الخميس حيث سجلت 6 درجات، يوم الخميس. التمرين الأخير الزاوية، انقل الجدول ثم قارن الزاوية. إذا نقارن الزاوية أكبر من الزاوية القائمة، زاوية قائمة، الزاوية الأصغر من الزاوية القائمة. نقارن بالكوس، يعني نجيب الكوس ونشوفه ما هي الزاوية القائمة. هنا نجد بأن هذه هي الزاوية القائمة، ولا أعرف إن كانت هذه قائمة أم لا باستعمال الكوس. لا أظن الزاوية هي الزاوية القائمة. الزاوية الأكبر من الزاوية القائمة هي الزاوية المنفرجة، كما هذه الزاوية F، الزاوية B، الزاوية F، الزاوية B. ولا أعرف الزاوية A هي قائمة أم ليست قائمة، ما عنديش كتاب معنا هنايا، فقط عندي النموذج بالبي دي اف. الزاوية الأصغر من الزاوية القائمة هي الزاوية D والزاوية C، D والزاوية C، هذين الزاويتين تسمى بالزاوية الحادة. والزاوية الأكبر من الزاوية القائمة يسموها الزاوية منفرجة. الزاوية A يا إما أصغر أو زاوية قائمة، والله لست متأكدا من كونها قائمة أم زاوية أصغر. أمامنا الكوس، إذن هي ليست بزاوية قائمة بل أصغر من الزاوية القائمة. الزاوية أصغر من الزاوية القائمة كما تشاهدون أعزائي التلاميذ. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.